الثاني حجم المنشور الثلاثي القائم ومساحة سطحه. إذا تعرفنا الآن عن الشبكة تعرفنا على الحد. الآن مفهوم الحجم اللي هو عدد الوحدات المكعبة، قديش إحنا بنحط جوا المنشور بحيث إنه يصبح مصمت نعبيه وحدات مكعبة. إيش يعني وحدات مكعبة؟ يعني مكعبات، أيوة، طول ضلع الواحد منها واحد وحدة، كويس، كم واحد بنقدر نحط داخلها؟ هذا مفهوم الحجم. أما مفهوم المساحة السطحية فهو إنك تجيب مساحة الأشكال الهندسية المكونة لشبكة المجسم. هذه فكرة الدروس ترى كلياتها بكل بساطة. ما عدد الوحدات؟ لك تعد كم وحدة عندك. ماذا مثل عدد الوحدات بالنسبة لقاعدة المنشور؟ لاحظ هنا هاي قاعدة المنشور، لو عرفنا هنا مساحة القاعدة، لأنه عدد الوحدات لما تعد وحدات في شكل بعطيك المساحة، ولو ضربناها في الارتفاع راح تعطيك الحجم الكلي. إذن القاعدة العامة إحنا نجيب حجم متوازي المستطيلات أو حجم المجسمات الكاملة باختصار عن طريق مساحة القاعدة في الارتفاع. هذه صحيحة للكل. يعني مثلا الأسطوانة نفس الشيء، بجيب مساحة القاعدة اللي هي دائرة، بكون حافظ القانون تاعها يعني، وبأضربها في إيش؟ في ارتفاع الأسطوانة. هذا ارتفاع الأسطوانة. لو ضربنا مساحة القاعدة في الارتفاع بعطيك الحجم. هذه قاعدة عامة ليس فقط للمنشور اللي هو الرباعي أو الثلاثي أو الخماسي أو إيش كان نوعه. إذا إحنا باختصار راح نجيبها عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع. الآن تتغير القاعدة بناء على نوع المنشور. فالمنشور ثلاثي بدنا نجيب قانون مساحة مين؟ المنطقة المثلثة. مساحة المنطقة المثلثة هي نص طول القاعدة في الارتفاع. كمان مرة في الارتفاع، صرنا نخربط هسه، إيش ارتفاع وإيش ارتفاع؟ طب ما هو أنت اللي بتعمل مثلث، هذا قاعدة، صح؟ الآن تعمل إيش؟ مستطيلات زي هيك. هذا مستطيل، وبعدين هنا تعمل المثلث الثاني. آسف، أيوة، وهيك يعني أنا تقريبي برسم. أوكي، هذا مثلا منشور ثلاثي. الآن أنت إيش راح تسوي؟ راح تجيب مساحة هذا المثلث. طب هو مساحة المثلث هي نص طول القاعدة مثلا في الارتفاع، نزلنا هنا ارتفاع عمودي. في الارتفاع ايش قصدنا في الارتفاع هون؟ اللي هو العمود النازل من القاعدة العلوية على القاعدة السفلية. إذا عندنا ارتفاعين، بدك تنتبه، احنا بنحكي عن أي ارتفاع. يلا، حجم المنشور الثلاثي، هاي واضحة الصورة. طلع، بما إنه منشور ثلاثي، إذا بدي أجيب مساحة المثلث اللي هو يمثل القاعدة اللي قاعد بلون فيه بأزرق. بدي أجيب مساحة هذا المثلث وأضربها في ارتفاع المنشور اللي هو هذا، اللي هو 20. إذا في هاي الحالة راح أجيب مساحة المثلث. مساحة المثلث هي عبارة عن إيش؟ نص طول القاعدة اللي هي 14 في ارتفاعه اللي هو الأحمر هذا 10. هذه إيش؟ مساحة القاعدة اللي هي المثلث، اللي هي مساحة المنطقة المثلثة. المنطقة المثلثة بس أخلص من هاي القصة، بروح ضاربها في 20 اللي هو الارتفاع. يلا، جد حجم المنشور الثلاثي المجاور، منشور ثلاثي، إذا هذه قاعدته مثلث. إذا أول شيء بنجيب مساحة القاعدة اللي هي عبارة عن مثلث، اللي هي نص في 5 في 12، اختصر بيطلع 6، بيطلع 30. راح أضربها، إذا حجم المنشور راح يصير عبارة عن 30 اللي هي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هي 9. هذا ارتفاع المنشور صار. إذا بيطلع عندنا 270 سنتيمتر مكعب أو وحدة مكعبة حسب الوحدات المستخدمة. يلا، للمنشور الثلاثي المجاور ارسم شبكة المنشور. كيف بدنا نرسم شبكة المنشور زي هذا؟ والله هذا مبين عليه نوعا ما صعب. لا مش صعب. هو ايش صاير؟ صاير عندك مثلث قائم الزاوية هياته، وفي الجهة الثانية كمان في واحد زيه هون مثلث قائم الزاوية. هذا هو، يعني هنا هيك ميلتها غلط. اوكي، هذول المثلثين قائمات الزاوية. الآن ايش بدنا نسوي؟ بدنا نفرد هذا، يعني نقصهن، فراح يطلعوا عندي مثلثين، وبالنص راح يطلعوا المستطيلات الثلاث. هذا ايش هو المستطيل؟ هذا اللي هو المستطيل اللي هو هذا الكبير اللي قاعد بظلل فيه العلوي، وهذا المستطيل اللي صاير على جنب اللي هو هون، وهذا المستطيل القاعدة التحتانية هذه. ولاحظ هي القياسات تدلك انه كل واحد وين مكانه. حسيت لما اقول لك احسب لي المساحه الكليه، انا ايش بتخيل حتى اقدر احسب المساحه الكليه؟ اول شيء برسم الشبكه، بعدين بصير احسب مساحه كل شكل لوحده. مساحه هذا
اللي هو مستطيل 10 في 5 الطول في العرض. مساحة المستطيل هذا اللي هو 10 في 12 بيطلع 120. مساحة المستطيل هذا اللي هو 10 في س، اذا هذا 10 س. هون بدك تطلع هذا قديش 12، اذا هذا 60 وهذا 60. لا غلط، 5 في 12 60 نصها 30، اذا هاي 30 وهي 30. احنا حسبنا حسبناها. طيب كيف نطلع س؟ س بنطبق فيثاغورس، مو هذا مثلث قائم الزاويه. عندك هاي 5، عندك هاي 12 الوتر، هياته قائم الزاويه. لا عفوا، الوتر مش معلوم، الوتر مش معلوم، الضلع القائمه ال 12. بنطبق فيثاغورس، مربع الضلع الاول زائد مربع الضلع الثاني يساوي الوتر تربيع. اذا 25 زائد 144 يساوي 169، ومنها س تربيع يساوي 169، ومنها س تساوي جذر ال 169 ويساوي 13. اذا هاي س تساوي 13، اذا هاي 13، اذا 10 في س يعني 10 في 13 ويساوي 130. الان المساحه السطحيه انك تجمع المساحات كلياتهم. خلينا نعيد عليهم بالله، بس عرفنا انه هاي 13، بس كيف بدنا نجاوب على المساحه السطحيه؟ بنقول 10 في 5 50، اذا هاي 50 سنتيمتر مربع. 12 في 10 120، اذا مساحه هذا 120. هون حسبناها طلعت 30 وهون 30، وهون 10 في 13 اللي هي 130. الان بدنا نجمع 30 زائد 50 زائد 30 زائد 120 زائد 130. مجموع هذه المساحات هو المساحه السطحيه. انتهى السؤال. يلا بنقدر نطلع المساحه الكليه والمساحه الجانبيه. المساحه الجانبيه يعني بدون القاعدتين. لما اقول لك الاوجه الجانبيه يعني لو نرجع للشكل، لما اقول لك اعطيني المساحه الجانبيه قصدي يعني بدون القاعدتين، بدون هاي القاعده، بدون هاي القاعده، يعني تسحب هذه زائد هذه زائد هذه، هاي اسمها المساحه الجانبيه. المساحه الكليه تحسب كل هذول. اذا اللي شرحته قبل شوي كان هو المساحه الكليه. نقدر نقول المساحه الجانبيه محيط القاعده المنشور في ارتفاع المنشور، باختصار محيط القاعده في الارتفاع. واسهل الطريقه هذه اتوقع اسهل كثير. نستنتج ان المساحه الجانبيه للمنشور هي محيط القاعده في الارتفاع، ارتفاع المنشور طبعا، والمساحه الكليه هي المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعدتين. يلا منشور ثلاثي مساحه سطحه الكليه 48، المساحه الكليه 48. منشور ثلاثي يعني ايش 48؟ 48 اللي هي المساحه الكليه هي ايش لازم تكون تساوي حسب القاعده؟ هي المساحه الجانبيه، المساحه طبعا جوانب المنشور هي مستطيلات، زائد مساحه القاعدتين، والقواعد عباره عن مثلثات، اذا زائد مساحه مثلثين. اذا 48 هي عباره عن القانون هذا. المساحه الجانبيه 36. قديش مساحه قاعدتي س؟ سهله. اذا س تساوي 48 ناقص 36، 48 ناقص 36 وتساوي هاي 2 4 14، عفوا 2 14، اذا هنا 12، عباره عن 12 وحده. اذا سؤال سهل جدا. يلا تمارين منشور ثلاثي ابعاده، ابعاد قاعدته طول العرض الارتفاع على التوالي. اذا هذا الطول 6، العرض 8، الارتفاع 10، ارتفاع 11. جد حجمه سهل، نضرب 8 في 10 في 11 وانت بتحسبوها. مساحة سطح الكلية بجيب محيط القاعدة اللي هو 2 في الطول زائد العرض، لا اسف، 2 في 6 زائد 8، 2 في 6 زائد 8 في الارتفاع. والجواب اللي بيطلع منشور ثلاثي ابعاد قاعدته اسف ماشي، هذا من نعيد حله. يلا منشور ثلاثي ابعاد قاعدته الطول العرض الارتفاع. ايش يعني الطول العرض الارتفاع؟ يعني مثلث هو، يعني هيك قصده. لو كان هذا مثلث مثلا على التوالي 6 8 10 6 8 10 6 8 10، معناته المثلث قائم الزاوية. يعني هذا صراحة صيغة السؤال غير دقيقة بالمرة. يعني ما في مثلث، احنا ما بنقول ابعاده طول عرض ارتفاع. يعني كنت احكي انا فكرت انه بيحكي عن
صندوق، لكن يظهر انه هو بيتكلم عن مثلث قائم الزاويه اطوال اضلاعه 6 8 10 كويس، وبعدين جينا من هون عملنا مستطيلات، يعني هون عملنا 6 وهيك كملنا 8 وهون كملنا 10 وصلنا زي هيك كويس. الان بدي اياني اعرف كم حجمه. اذا هو مساحه القاعده اللي هي نص في 6 في 8 اللي هي القاعده والارتفاع، بيطلع لنا هون قديش؟ 2 1 2 3 24. هاي مساحه القاعده، هاي مساحه القاعده 24، بدنا نضربها في مين؟ في 11 اللي هي ارتفاع المنشور. اذا 24 ضرب 11 اللي بنقدر نكتبها كيف؟ 4 هون 2 هون واجمعهم بيطلع 6. هذا الحجم. المساحه الكليه، المساحه الكليه هي محيط القاعده في الارتفاع. محيط القاعده بدك تجمع هذول كلياتهم اللي هي 6 زائد 8 زائد 10 اللي هي محيط المثلث ضرب الارتفاع اللي هو قديش؟ 11، واللي بيطلع الجواب هو الجواب. يلا، منشور ثلاثي حجمه 28 متر مكعب ومساحة قاعدته 7 متر مربع. هاي سهلة. إذا الحجم هو 28 يساوي 7 في الارتفاع عين. إذا عين تساوي 28 تقسيم 7 ويساوي 4. يلا، منشور ثلاثي مساحته الجانبية معطينا المساحة الجانبية وارتفاعه معطينا ارتفاعه، جد محيط القاعدة خلص، ما هو المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاع. إذا محيط القاعدة، محيط القاعدة ضرب الارتفاع يساوي المساحة الجانبية، وطبق على القانون. هذا ما بيستاهلش حل صراحة، بس هو الحسابات تبعته. يلا، يمثل الشكل المجاور منشورا ثلاثيا مساحة الجانبية 80 سنتيمتر مربع وارتفاعه 5، ممتاز، وقاعدته على شكل مثلث متطابق الضلعين، طول قاعدته 6، جد مساحة سطح الكلية. طب هسا المساحة الجانبية عندنا، إذا نحن شو بدنا هسا عيات؟ بدنا مساحة القاعدتين، يعني بالعربي بدك تجيب مساحة المثلث هذا وتضربها باثنين. طب كيف نجيب مساحة مثلث متطابق الضلعين؟ أيوة، هذا طوله قديش؟ 6. إذا هذا كمان طوله قديش؟ خلينا نشوف قديش راح يكون طوله. هسا معطينا مساحة الجانبية 80، طيب هاي المساحة الجانبية 80، طب هي المساحة الجانبية كيف بتيجي؟ لو اعتبرنا هاي سين وهاي 5، أنا عارف إن هاي 5 صح؟ إذا هاي سين، إذا المساحة الجانبية هي عبارة عن 5 في سين، 5 سين مظبوط، زائد اللي هو المساحة المستطيل هذا، والمساحة المستطيل اللي هنا برضو 5 سين لأنه هاي نفسها راح تكون سين زيها، زائد مساحة مين؟ المستطيل اللي في اللي ورا. المستطيل اللي ورا مساحته 30، ليش؟ لأنه هو عبارة عن 6 في 5، هياته 6 في 5 بيطلع 30، هذا كلياته طالع 80. إذا 10 سين زائد 30 يساوي 80، يعني 10 سين تساوي 50، يعني سين تساوي 5. انتهينا من سين، إذا انتهى السؤال كاملا. سهولة بنقدر نطلع اللي بدنا اياه. يلا، ينتج مصنع خيما كما في الشكل المجاور،